السلام عليكم أعزائي الطلبة، صباح الخير. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بعقكم الدراسي هذا وبحياتكم إن شاء الله. اليوم عندنا الشابتر الرابع اللي هو ليبيد، ذا ليبيد، الدهون أو الدهنيات نسميها بشكل عام. Together with carbohydrate, protein and nucleic acid are one of the four major class of biologically essential organic molecules found in all living organisms. خلي أعرفها شوية تعريف بسيط، ربما يكون تعريف الملزمة شوية بصعوبة عليكم، خلوني أعرفها. الدهنيات هي أحد المجاميع الأربعة. الدهنيات هي أحد المجاميع الأربعة، يعني الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية والدهون، أربع مجاميع. الدهنيات أحد المجاميع الأربعة، الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية والدهون. المكونات الأربعة العضوية الأساسية، المكون الأغلب لخلايا الكائنات الحية، يعني هو هذا مكون عضوي من المكونات العضوية الأساسية بمكونات الخلايا العضوية. الدهون، أريد ملاحظة أعطيكم يعني ببداية الحديث، الدهون تختلف عن الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية. الدهون تختلف عن الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية بكونها جزيئات غير متعددة، يتراوح وزنها الجزيئي من 100 إلى 5000. بابا unlike carbohydrate, protein and nucleic acid, they are not polymers but small molecules with molecular weight that range between 100 إلى 5000. إذن وزنها الجزيئي، شنو هو الوزن الجزيئي؟ شنو نسميه molecular weight. مولكولار ويت مرات شي رمزولة بالكتب أو بالقراءة تقرأ MW، يعني مولكولار ويت، الوزن الجزيئي. الوزن الجزيئي طبعا إن شاء الله من تتقدمون بدراستكم راح تعرفون شنو هو الوزن الجزيئي وشنو أهميته، ولما يزداد الوزن الجزيئي للمولكول شي يصير به، وشلون تأثيره على الملتينج بوينت والبويلينج بوينت، وشلون تأثيره على التفاعلات الكيميائية. هاي يعني خارج عن الموضوع، ما أريد أدخل به وأدوخكم به من بداية المحاضرة. أركز مرة ثانية على الدهون، أعيد على الدهون. الدهون أو نسميها، يسمونها الفات، تحتوي الليبيدات على الدهون المتعادلة نيوترال فات. الليبيدات تحتوي على الدهون المتعادلة نيوترال فات. ومرات أنا من أتحدث الموضوع مو بالضرورة أن أحكي حرفيا ما موجود بالملزمة، ولا هو مرات من أحكي عليه أنت مطلوب عندك ما موجود بالملزمة، بس من أضيف لك معلومة هو لقصد يعني توسيع مداركك ومعارفك، حتى تتعلم، حتى تعرف، يعني مو احنا بس الكلمة ناخذها ونترجمها ونقول هي هذا الموضوع مالتنا. فرجان يعني انتبهوا لهاي النقطة. تحتوي الليبيدات على الدهون، لان انا احكي هالشكل انتوا راح تروح بمختبر، لازم تعرف كل شيء انت من تشتغل. تحتوي الليبيدات على الدهون المتعادلة نيوترال فات، وهذه الدهون المتعادلة تشمل الدهون الفات والزيوت أويل. شوف الدهون شو نسميها؟ فات، والزيوت شو نسميها؟ أويل، وهي تعتبر أهم وأوضح أنواع الليبيدات الموجودة بالطبيعة. نسميها أيضا تسمية أخرى، نسميها الجليسيريدات الثلاثية، ترايجليسيرايد. مو مرات احنا نقول نقول لهم نسوي فحص بالمختبر، سوي لي ترايجليسيرايد، هاي الدهون المضره الموجوده بالجسم اللي هي تسوي لنا انسداد بالشرايين، تسوي لنا مشكله، وبعدين تسوي لنا مشكله بالقلب، ترايجليسيرايد. والدهون والزيوت لهم نفس الخواص الكيميائية ونفس البناء الكيميائي، ولكن بالنظر إلى الخواص الطبيعية يختلفان فقط في حالتهم على حرارة الغرفة. يعني بس هذول يختلفون بحرارة الغرفة، هسه أجي أوضحها شلون يختلفون. Location of lipid in the body، شلون تتواجد؟ The lipid are located in cell membranes، يعني أغلفة الخلية. تتواجد الدهنيات بالجسم بالأماكن التالية، يعني جوز يجيني سؤالي what is the location of lipid in the body، يعني وين أماكن تواجد الدهنيات؟ نقول cell membrane، يعني أغلفة الخلية. اثنين، وين موجودة؟ هرمونز، بالهرمونات موجودة. بعد وين موجودة؟ fat soluble vitamin A, D, E, K، الفيتامينات
الذائبة بالدهون هي الأي والدي والإي والكي. بس أريد أذكركم بموضوع أنا حكيت يعني بأحد المحاضرات السابقة، قلت لكم أكو فيتامينات ذائبة بالدهون وأكو فيتامينات بالماء. الفيتامينات بالماء من عدها فيتامين سي. الفيتامين سي هو يعني أنتي أوكسيدنت مضاد حيوي أو له القابلية على اصطياد الجذور الحرة بالسائل المائي للخلية، ولهذا هو جدا 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 مهم يعني أن يقوي مناعة الجسم. وأنا أقول بشكل مستمر، أقول كل إنسان يعني إحنا وعوائلنا ننصحهم بشكل مستمر نأخذ فيتامين سي، يعني مو شرط نأخذه أز تابليت أز تز، يعني نأخذه من الفاكهة نأخذه من الخضر، هذه كلش مهم لأن يقوي الجهاز المناعي إنا. وفيتامين سي حتى الجذور الحرة حتى مسببات السرطان يقدر يصطادها قبل أن توصل للسائل الدهني. الفيتامينات الذائبة بالدهون اللي حكيت عليها أنا قلت فيتامين أي ودي وإي وكي. سلايد تيرنز كوليسترول انتو فيتامين دي ويتش ريجوليتد كالسيوم اند فوسفورس ميتابوليزم اند از سيركولر فور سترونج بون اند تيث. يعني هذا يحكي لك شلون يقوي العظام وشنو اللي يسوي به الفيتامين. بس دقيقة العفو خليه يصعد يعني احنا دا نحكي على الفيتامينات وذوبانيتها وهاي الفيتامينات اللي تذوب بالدهون والفيتامينات الذائبة بالماء، هذا دا نحكي عليها نتحدث عليها وهاي هاي بشكل مستمر نحكي عليها. وهسه راح نرجع نفصلها واحد واحد. راح احكي على موضوع اللي قلت لكم عليه اللي يعني شوي اتطرق له بشكل جانبي. انا قلت الدهون تختلف عن الزيوت بس بالحاله حالتهم على حراره الغرفه. تكون الدهون بحراره الغرفه شنو شبيه الدهون بحراره الغرفه؟ صلبه. الدهون بحراره الغرفه صلبه والزيوت بتكون سائله. الدهون الدهون صلبه والزيوت سائله والزيوت سائله. العفو نكمل. اكو مشكلة عندي دا تصير، اسف دا تصير عندي مشكلة بالحاسبة، انا اعتذر شوية تحملوني مشكلة هذه. آسف على القطع اللي صار شوية مشكلة بالحاسبة، أعتذر منكم عيني طلاب. فأنا قلت هسه قلت يعني النقطة الأولى أنه أماكن تواجد الدهنيات، قلت بأغلفة الخلية موجودة بأغلفة الخلية بالسيل ممبران وموجودة بالهرمون موجودة بالهرمونات وموجودة بالفيتامينات. وقلت الفيتامينات اللي حكيت عليها قلت نوعين، أكو فيتامينات ذائبة بالماء وأكو فيتامينات ذائبة بالدهون. الفيتامينات الذائبة بالدهون هي فيتامين أي ودي وإي أوكي. وطبعا ذن الفيتامينات أنتم تعرفون كل واحد واستخدامه. أهم شيء عندنا يعني أريد أشير على فيتامين يعني فيتامين كي. فيتامين كي طبعا كلش مهم، يعني كلش مهم. مرات يعني واحد من يصير عنده بليدينج يصير عنده نزف يعني يروح يضرب فيتامين كي حتى يوقف هذا النزف الموجود. وفيتامين اي، فيتامين اي هو انتي اوكسيدنت. هو يعني شنو انتي اوكسيدنت؟ يعني مضاد هو للجذور الحره. الجذور الحره شنو يعني؟ قد واحد يسال يقول شنو جذور حره، يعني يجوز هو ما يعرف شنو هو جذور حره. جذور حره مثلا اللي تجينا من دخان السكائر، من هذه اللي احنا
العفو النفايات، بقايا النفايات اللي نحرقها، نحرق أوراق، نحرق نايلون، نحرق يعني أي شيء نحرقه إحنا، هذا يطلع من عنده جذور حرة. أكو جذور حرة هي بالطعام، إحنا مرات عندنا يجي بالأكل والأكل يشوط يخلي يقول أنا أريد العفو، أريد الجدر يلشع أو الطاوة تلشع، وهي هاي طبعا مو زينة لأنه يصير سودة معناها يصير بها فري راديكال، مو زينة، هذا يسبب لنا، هاي من مسببات السرطان. أو يجيبون السمك، أهلنا العفو، يجيبون السمك قبل ما يقلوه يخلوه بالطحين، يلوثوه بالطحين حتى لا يزق بالطاوة، يخلوا له كميات كبيرة، وطبعا هذا الطحين راح من بدرجات الدهن، درجات الدهن العالية، درجات الحرارة للدهن عالية من أثناء القلي، راح يحرق هذا، وبالتالي هو هذا يسمينا يعتبر من مسببات السرطان. أيضا الفات سيل، الخلايا الدهنية، الخلايا الدهنية موجود بها، ودبرين بالدماغ موجود، أيضا بالدماغ موجود، وبلد سيل بالخلايا الدم. إذن هذه نقاط إحنا لازم نحفظها ومطلوبة من عندنا، يعني هاي النقاط لازم نفهمها، مطلوبة من عندنا لأنه إحنا قد يكون نعددها. مثلا أشعة الشمس تحتوي على تحول لنا الكوليسترول إلى فيتامين دي، طبعا إحنا كلش مهم هسه تشوفون أكثرنا عندنا نقص فيتامين دي، أكثر الموجودين. ليش؟ لأن إحنا الصبحية إذا ما عدنا دوام إحنا نايمين، وإذا عدنا دوام إحنا جايين قاعدين بالمختبر أو قاعدين بالقاعة الدراسية، فما نتعرض للشمس. أحسن فترة للتعرض للشمس هي من 8 الصبح للعشرة، من 8 الصبح للعشرة، وهذه حتى تنظم لنا عمليات الأيض الموجودة، وبالنسبة للكالسيوم والفوسفات وفيتامين دي مهم جدا بصلادة العظام والأسنان، مهم جدا بصلادة العظام والأسنان. فيتامين دي مهم جدا بصلادة العظام والأسنان. هسه عندنا يعني منطين فيتامين اي مهم جدا لعملية الإبصار، اللي يكون متواجد بالخضروات الطازجة، يكون متواجد بالخضروات الطازجة. فيتامين كي انا قلت مهم بعملية التخثر، فيتامين كي مهم بعملية التخثر. فيتامين اي مهم جدا بعملية اصلاح الخلل الحاصل بالخلايا. ملاحظة عندي، الدهنيات من الناحية الكيميائية تعرف على كونها مجاميع من الاستر لجزيئات الكوليسترول او الاحماض الدهنية او الاحماض الدهنية. يعني اكو مصطلح بالدهنيات يعبر عن الدهون، او الدهون هي مجموعه من الخلايا الدهنيه يسموها جليسرايد، مثل ما اني حكيت لكم عليه. هسه انا عندي سؤال باو عليه. هسه هو منطيك كويشنز ويجاوب، يقول لك وات از ذا بويلينج تمبريتشر اوف كوكينج اويل، ايش قد البويلينج درجه الغليان لزيت الطبخ، ايش قد درجه الغليان لزيت الطبخ. اريد اوضح لكم شغله، اكو درجة يسموها سموكينج بوينت، يعني اول ما يجي الدهن مو شايفينه تخلونه بالطاوة، قبل ما تخليه بيه المواد بالطاوة او بالجدر العفو، تشوفه يطلع مثل الدخان، هذا نسميه السموكينج بوينت، بعد ما واصل للبويلينج بوينت، بعد ما غلى مواصل للسموكينج بوينت. بينما انا اذا اجيب اخلي بقطعة مثل ما اسوي فينجر شيبس اريد اسويه، اخلي بقطعة من البوتيتا، اشوف درجة الغليان شلون صارت بالدهن. اذا It is very difficult to measure the boiling point of oil since oil will start to smoke. يعني كلش صعب علينا أن نميز بين درجة السموكينج بوينت أو درجة السموكينج ودرجة البويلينج بوينت، درجة الغليان، لأن الدرجتين هن متداخلات. This is called the smoke point. In general, soybean oil has a smoking point 257. إذن the smoking point بشكل عام خلنا نسميها الدرجة 257 and boiling point 300 درجة. إذن 257، يعني خاف أجيب لك عن الصح والخطأ، أقول لك boiling point for the oil is 300، لا تقول لي smoking point for oil is 300، تقول لي لا هاي smoking point. smoking point هي 257 والبويلينج بوينت 300، البويلينج بوينت 300، واضح؟ زين، من الصعب ملاحظة ما هي درجة غليان الدهن المستخدم بالمطبخ، يعني يجوز يجينا هيش سؤال، نقول من الصعب جدا قياس درجة غليان الدهن،
حيث يبدأ الدهن بخروج الأبخرة قبل درجة الغليان، وتسمى تلك الدرجة الحرارية بدرجة التدخين. ومثال على ذلك زيت الصويا، درجة التدخين إلى حدود 257 سيليزية، بينما درجة الغليان 300. يعني هسه هو دا يقول لك smoke before reaching boiling point, this called the smoking point. In general, soybean, يعني soy oil has smoking point 257 and boiling point 300 and boiling point 300. قبل ما أروح للclassification of lipid، قبل ما أروح للclassification of lipid أحكي عليه، بس إذا تسمحوا لي شوية أعطيكم معلومة أخرى قبل ما أروح للclassification. أريد أحكي على التركيب الكيميائي للدهون. التركيب الكيميائي للدهون، قلت تتكون الدهون من الجليسرول وثلاث جزيئات دهنية مرتبطة مع بعضها بواسطة روابط أستريدية، أسترية بواسطة روابط أسترية، بواسطة روابط أسترية. يعني أنا شلون عندي، إذا عندي ترايجليسرايد، شنو الترايجليسرايد؟ عندي CH2 ترتبط بها O C double bond O O، وعندي مجموعة R، وعندي CH أيضا ترتبط بها O C double bond O، عندي مجموعة R، وعندي CH2 أيضا، يعني سلسلة طولانية ثلاثة CH2 CH CH2 كل واحدة ترتبط بها هاي المجموعة. دول المجاميع اللي يصيرون عندي مثلا الـ OH ويا الـ H مال الـ double bond تروح يصير عندي جزيئة ما، تروح يصير عندي جزيئة ما ويطلع بعدين عندي فاتي أسيد. عندما يحدث تكوين استر لمجموعة الهيدروكسيل الثلاثية الموجودة بالجليسرين، فإن الدهن المتكون في هذه الحالة يسمى جليسريد ثلاثي، يعني ترايجليسرايد. لو كانت الأحماض الدهنية الثلاثية الثلاثة في الدهون من نفس النوع، فإن الدهن نسميه، الأحماض الدهنية إذا من نفس النوع نسميه جليسريد. جليسريد لو كانت الأحماض الدهنية مختلفة عن بعضها، فإن الدهن يسمى جليسريد مختلط. أكو جليسريد وأكو جليسريد مختلط، جليسريد بسيط أقصد وجليسريد مختلط. الخواص طبيعية بشكل عام للدهون، الدهون والزيوت النقية عندما نحضرها تحضيرها جديد طازجة تكون عديمة اللون والطعم والرائحة، ووجود أي لون أو طعم أو رائحة يرجع إلى وجود مواد أخرى متصلة بالدهن. مثلا اللون الأصفر، اللون الأصفر لدهن يعزى إلى صبة معينة تسمى الكاروتين بهذا بالجسم، يعني الجسم اللي يصير هالشكل. الكثافة النوعية الذوبانية، طبعا الدهون لا تذوب، الدهون ما تذوب بالماء ولكنها تذوب بالمذيبات، مذيبات الدهون مثل الإيثر والكلوروفورم اللي هي احنا نسميها نن بولر، نسميها نن بولر. ارجع احكي على تصنيف الدهون، شلون اصنف الدهون، كلاسيفيكيشن اوف ليبيد، كلاسيفيكيشن اوف ليبيد. هسه اجي على they can be classified into three major group، نقدر نصنفها الى ثلاث مجاميع، نقدر نصنف الدهون الى ثلاث مجاميع. شنو الثلاث مجاميع؟ اول شيء شنو نسميها؟ قلنا الدهون سمبل ليبيد، الدهون البسيطه. يتم تصنيف الدهنيات على اساس الشكل الى ثلاثه اصناف. اول شيء الدهنيات البسيطه، ايش بيها الدهنيات البسيطه؟ تحتوي على مجموعتين، they consist of two type of structure monoties they include. شنو هالمجموعتين؟ تحتوي على مجموعتين، هي الاسترات الجليسيريلية، جليسرايل استر، جليسرايل استر، وهي عبارة عن استرات للجليسترول، الأحماض الدهنية. مثال ترايجليسرايد جليسترول، ومونو أسيل جليسترول، وداي أسيل جليسترول. إذن هاي الاسترات الجليسيرية، الاسترات الجليسيرية، الجليسرايل استر، جليسرايل استر. ايش عندنا بعد؟ عندنا استرات، استرات كوليستروليه، كوليسترول، كوليستريل استر، كوليستيروليه، كوليستيروليه، كوليستيريل رويال استر. This is ester of cholesterol and fatty acid. يعني شو نسميها؟ عبارة عن استرات للكوليسترول والأحماض الدهنية، غالبا ما تكون شمعية مثل فيتامين A وD، غالبا ما تكون شمعية مثل فيتامين A ودي. إذا تصنيف الدهنيات، أولا قلت الدهنيات البسيطة تحتوي على مجموعتين، الدهنيات البسيطة تحتوي لمجموعتين، مجموعة استرات جليسرية، جليسرية هي عبارة عن استرات للجليسترول والأحماض الدهنية مثال
تراي أسيل غليسترول وداي أسيل غليسترول واسترات غوليسترولية وهي عبارة عن استرات للكوليسترول والأحماض الدهنية غالبا ما تكون شمعية مثل فيتامين أي ودي. بعدش عندنا بالتصنيفات كومبلكس ليفيد they consist of more than type of structure monities they include يعني هاي الدهنيات المعقدة تحتوي على أكثر من مجموعة فعالة مثل ليش مثل ما أخذ عندنا مثال ما أخذ الليبيد الليبيدات الفسفورية فوسفوليبيد الليبيدات الفسفورية this الليبيدات الفسفورية وهي عبارة عن استرات للأحماض الدهنية أحماض دهنية. وين موجودة الفوسفوليبيد؟ وين ألقيها؟ أنا أتأكد من عتها بالأسماك. نشوف الدهن اللي بالأسماك اللي يطلع عنا هذا نسميه فوسفوليبيد. اللي يطلع عنا بالأسماك هو نسميه فوسفوليبيد. أو فوسفات الكولاين. وهي عبارة عن فوسفاتيك أسيد مرتبطة مع الكولاين. فوسفاتي ديل كولاين. This phosphatic acid link to choline, also called لاكثين also called لاكثين او الكولاين او نسميها الكولاين. هسه صار عندي تصنيفين دهنيات بسيطه قلت تحتوي على استرات جليسريه واسترات كوليسترولية هذا كوليسترولية يعني هسه الدهنيات البسيطه تحتوي اثنين. الدهنيات المعقده تحتوي على من تحتوي على اللبيدات الفسفوريه وتحتوي على الفوسفيدات الكولاين والليبيدات الفسفورية فوسفوليبيد وفوسفولكولاين. هسه صار عندنا تصنيفين. التصنيف الثالث شنو هو؟ التصنيف الثالث اللي هو الدرايفد ليبيد الليبيدات المشتقة. يعني هي الدرايف من جاية من ديريفيتيف مشتق درايف ليبيد بي. هذه المجموعة هي مجموعة مشتقة من المجموعتين السابقتين بعد تحليلهما بعد أن تتحلل هاي المجموعتين السابقتين تتحول لنا هذه المجموعة. من هاي المجموعة أحماض دهنية وكحولات منها أحماض دهنية يعني فاتي أسيد and alcohol. بعد شبه فيتامينات ذائبة في الدهون fat soluble vitamin A D E and K فيتامينات ذائبة في الدهون. وبعد شبه hydrocarbons. وبعد شبه steroidات يعني سترولز بها سترولز. هسه أجي طلاب قلنا الخواص الطبيعية الدهون والزيوت الكثافة النوعية والذوبانية والإذابة وقلنا شلون نحكي بشكل عام الخواص الدهنية الدهون قلنا شلون تتحلل والهلجنة والهدرجة ولا ما أريد أدخلكم بيها والتحلل الماء شلون يحصل ما أريد أدخلكم بيه موضوع الهدرجة شوية صعب وشلون تكون صابون والأكسدة واختبارات الليبيدات يعني ذولا كلهم أني راح أتجاوزهم ما راح أتطرق لهم وحتى أنا بالملزمة ما شاير لهم ما شرت لهم بشكل مفصل يعني بالملزمة. أرجع أكد على يعني ألخص الموضوع اللي حكيته شوية موضوع الدهون يبدي هسه تبدي مواضيعنا شوية يعني شوية تصعب علينا. قلت الدهنيات هي أحد المجاميع الأربعة كربوهيدرات وبروتينات وأحماض نووية ودهون العضوية الأساسية المكونة لأغلب الخلايا الحية اللي ما لحق وياه. يعني الدهون تختلف عن الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية بكونها جزيئات غير متعددة يتراوح وزنها الجزيئي من 100 إلى 5000. توجد الدهنيات بالجسم بالأماكن التالية بأغلفة الخلية وبالهرمونات وقلت الفيتامينات الذائبة بالدهون A و D و E و K وموجودة بالخلايا الدهنية وموجودة بالدماغ وموجودة بخلايا الدم. وحكيت على أشعة الشمس شلون أنه تساعدني على تكوين فيتامين دي اللي هي يحول الكوليسترول إلى فيتامين دي وقلت فيتامين أي مهم بالإبصار واللي يكون متواجد بالخضروات الطازجة وحكيت على فيتامين كي وأهمته بعملية التخثر وفيتامين أي وقلت أهميته بإصلاح الخلايا الحاصل بالخلايا اللي يصير عندي. وطبعا أنا بالنسبة إلى فيتامين دي فيتامين إي العفو عندي براءة اختراع بي أنا مستخلصة من أحد النباتات إذا تحبون تجون المختبر البحوث تطلعون عليها موجودة هي البراءة وتطلعون عليها لزيادة المعلومات.
الدهنيات من الناحية الكيميائية تعرف عنها كونها مجاميع من الإستر لجزيئات الكوليسترول أو الأحماض الدهنية، ومصطلح الدهنيات يعبر عن الدهون، والدهون هي مجموعة من الخلايا الدهنية تسمى ترايغليسرايد أو الدهون الثلاثية. وحكيت على درجة الغليان للدهن المستخدم بالطبخ، وقلت آني هذا من الصعب جدا قياس درجة غليان الدهن، لأنه الدهن يبدأ بخروج الأبخرة، وسميها هاي الدرجة سميناها السموكينج بوينت. قبل درجة الغليان تسمى الدرجة الحرارية بدرجة التدخين أو نسميها، ومثال على ذلك زيت الصويا حكينا عليه بدرجة تدخينه 257 درجة التدخين 257، بينما درجة الغليان 300 درجة مئوية. وبعدين رجعت إلى تصنيف الدهون صنفتها، وقلت الدهون تصنف على أساس الشكل إلى ثلاث أصناف: دهنيات بسيطة تحتوي على مجموعتين الأسترات الجليسرولية وأسترات الكوليسترولية. وبعدين حكيت على الدهنيات المعقدة، وحكيت عليها قلت الليبيدات الفسفورية، وقلت الفوسفويدات الكولانية. وبعدين حكيت على مشتقات الليبيدات، وهذه المجموعة حكيت عليها وقلت هاي أحماض دهنية وكحولات وفيتامينات ذائبة بالدهون وهيدروكربونات وستيرويدات وستيرويدات. وأنا يعني بالمحاضرة السابقة أنا حكيت على مواضيع مختلفة، وقلت نبهت إلى ملاحظة وهسه أعيدها لكم، وأرجو أن تبلغون بقية زملائكم. طالما نزل لكم الرمز مال الكلاس روم، تليفوني هذا اخذوه، اذا تقدرون تتصلون على التليجرام، موجود على التليجرام الكيمياء الحياتية، تتصلون على التليجرام تليفون 0782 0782 150 390 3، 0782 150 390 3. اي واحد عنده اي سؤال استفسار انا حاضر بالخدمة. واذا مجموعة من الطلبة ما افتهموا الموضوع وقالوا احنا ما افتهمنا، سواء كان هذا الموضوع او الموضوع السابقة، تجون للكلية باي يوم تريدون، مثلا يوم انتم ما عندكم، مثلا يوم الاثنين اللي هو ما عندكم، او انا عندي مجال بي اجي اشرح لكم اياه على الصبورة، انجمعوا اش كم طالب واني بالخدمة. المهم توصلكم المادة، والمهم ان تباوعون عليها. لحد يظل يفكر لي بالدرجات وبالامتحان وبالكويزات، هاي ان شاء الله سهلة، احنا كنا نتعاون عليها، هاي تحصيل حاصل انا من نفتهم المادة، ومن اني اكون يعني مسيطر على المادة ومطلع عليها. تشوفوني انا مرات اتشعب، ما استمر بالمادة اجي احكي عليها مثل ما هي حرفيا، انقلها اطلع اضرب لك مثال على موضوع معين، اقول لك فيتامين سي هيك يصير بي، فيتامين اي هيك سوينا بي، مثلا فلان مادة هيك لازم نسويها، لازم بالطبخ هيك نسوي، لازم بالاكل هيك ناكل. ليش أنا أحكي هذا الحكي؟ لأنه إحنا محللين، إحنا بالنسبة إنا محللين، هواي شغلات تجينا مرضية يجوز الطبيب هو ما يقدر يشخصها إلا من خلالنا، وإحنا إذا تشخصت من خلالنا لازم نعطي التشخيص الدقيق. وأني أفتخر إنه أروح مرات المختبرات ويقولون طلاب كلية الإسراء كلهم شطار وممتازين، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.